هدول المحاضرات إن شاء الله داخلين بمادة الكيمياء. أوكي، هل تتوقع إنه أنتوا حالياً خلصتوا الانترودكشن تو فارماكولوجي؟ خلصتوا يعني شو معنى فارماكوكاينتيك؟ شو معنى فارماكوديناميك؟ These terminologies من فارماكوكاينتيك عن فارماكوديناميك are very important، مهمين كثير. مهمين كثير، ليش مهمين كثير؟ هلا احنا رح ندخل مرحلة جديدة. انتوا في السابق عرفتوا على رحلة الدواء داخل الجسم. شو رحلة الدواء داخل الجسم؟ الدواء فيه رحلة داخل الجسم، من أول ما يدخل لحتى لما يطلع بيمر بستبس. شو من الستبس؟ طبعاً رحلة الدواء داخل الجسم. absorption، distribution، interaction between drug and targets، بعدين metabolism، بعدين elimination. هل كل دواء بمر هذول الخمس مراحل؟ لا، يعني ايش في الادويه ما بتمر الخمس مراحل؟ اوكي، زميلتنا هون بتحكي اذا الدواء بتاخذ على شكل اي في، هل غيرت الرود اوف ادمنستريشن؟ اذا اعطيت الدواء على شكل اي في ما بمر الخمس مراحل، ايش في ستيب 1 بتروح؟ ابسوربشن. معناته شو معناته؟ شو تعرف الابسوربشن؟ Transferring of the drug from the site of administration to the blood circulation. ليش في الاي بي ما في absorption؟ لانه site of administration بروح على الدم. طب ليش في الطوارئ اكثر الادويه بتعطوها رح تعطوها للمرضى عباره عن اي بي؟ عشان fast absorption. ليش اسرع؟ لانه اول ستيب راحت وكل ستيب تحتاج لفتره زمنيه، عشان هيك الاي بي الاي بي دراجز لهم فاستر رابيد ريسبونس. اوكي، بعدين درستوا على الديستريبيوشن، كيف الدواء بصير له ديستريبيوشن؟ الدواء ما بصير له ديستريبيوشن وين؟ في جسمنا. السوائل الموجوده داخل الجسم، في السوائل. اوكي، شو السوائل الموجوده داخل جسمنا؟ البلازما، الدم، اوكي، انترستيشن انترسيلولار. يس، شو العوامل اللي بتأثر على ديستريبيوشن اوف الدراج؟ يا العوامل في الدراج نفسه، العوامل في الدواء نفسه، بايندينج اوف ذا دراج تو ذا بلازما بروتين، كيف يعني بقلل ولا بزود الديستريبيوشن؟ ليش بقلل الديستريبيوشن؟ ابطا بقل، مش ابطا بقل، بقلل الريت الديستريبيوشن. ليش الدواء لما بيرتبط في الالبومين الديستريبيوشن تبعته، شو معنى الديستريبيوشن تبعته بقل؟ الريت اللي يعني بيكون في بعد ما يوصل له ابسوربشن بروح على الدم، بعدين بنتقل للانترستيشن. شو اللي بيحدد الدواء ينتقل للانترستيشن ولا يضل في البلاد؟ شو هو؟ كمية الفيلتر. أزمولاريتي. شو بيدي؟ مين حكى بيدي؟ لا لا لا، في إشي، في خاصية في الدواء نفسه. الدواء أصلا كيف ينتقل من الدم بروح على الانترستيشن؟ لا أزمولاريتي؟ لا لا لوك يا ولد، صح، في آخر البلد فيزلز، في بورز، هدول البورز عبارة عن بوابات، وهي البوابة الفيل بيقدر يمر من البوابة؟ لا. ليش؟ لأن حجمه كبير. الدواء لما بيرتبط في الألبوم شو بصير حجمه؟ بيرتبط، بصير كبير، عشان هيك ما بيقدر ينتقل من البلد، بيروح وين؟ على الانترستيشن. تمام؟ فمعناته بايندينج اوف ذا دراج تو ذا بلازما ألبومين بقلل الديستريبيوشن وبزود الديستريبيوشن. الدواء لما نروح على انترستيشن شو اللي بيحدد ان الدواء بيدخل على السل ولا ما بيدخل على السل؟ يعني ليش؟
مين اللي بتحكي هون اللايبوفيليسيتي او الدرج؟ الدواء بيكون لايبوفيليك بيدخل على الانترستي على الانترستيلر ولا ما بيدخل؟ اه بيدخل. بيدخل ليش؟ شو ذا؟ شو يعني ذا؟ إذا ما صار interaction between drug and target مش راح يصير response. وأي دواء إحنا نعطيه للمريض بالنهاية له response. أنا بعطي الدواء للمريض عشان يسكن وجع الرأس. إذا الدواء ما جلدول للمريض إذا الدواء ما وصل للهايبوثالاموس التارجت تبعه ما يكون response. تمام؟ فأنت distribution إن الدواء يوصل للتارجت تبعه. أوكي؟ هل درستوا ميتابوليزم؟ مش مشكلة شو مشكلة؟ هل ميتابوليزم؟ شو ميتابوليزم؟ ميتابوليزم شو ميتابوليزم؟ باي ترانسفورميشن كيف الدواء بيعطي ريسبونس لما بتفاعل مع التارجت؟ كيف الدواء بتفاعل مع التارجت تبعه؟ كيف الدواء بتفاعل؟ How does the drug interact with the target? Active side by formation of chemical bonds. الدواء الاكتف هو اللي بيعمل chemical bonds. الدواء الانأكتف اللي بيكون ما عنده القدرة يعمل chemical bonds. لما بصير كم عملية ميتابوليزم؟ What is the meaning of metabolism? Catabolism أو anabolism. Okay, this is أنواع. What is the definition of metabolism of a drug? Chemical conversion of the drug conversion of the drug from one form to another form. أنا بحول الدواء كيميائيا من شكل إلى شكل. So what? ليش أنا بحول شكل إلى شكل؟ Yes. أول هدف إن ألعب في الاكتيفيشن أو الدرج إذا كان الدواء أكتيف بحاول إن أكتيف وبعدين ممكن زيد بولاريتي زيد بولاريتي ليش زيد بولاريتي هذا من إيش زيد هو الأصح نحكي الله الهايدروفيليسيتي ليش زيد الله هايدروفيليسيتي عشان إليمينيشن لأن الأدوية مش ما إليمينيشن إيش هو irreversible removal of the drug outside of the body. في معضلة إن الدواء لما بيدخل داخل الجسم شو بيكون لايبوفيليك لما بيطلع برا الجسم مين اللي بيحول الدواء من لايبوفيليك إلى هيدروفيليك؟ بعدين إذا أخذت الدواء بتصير شو ما أعرف. مش مشكلة. بعدين درستوا انتوا على الفارماكو دايناميك شو الفارماكو دايناميك شو الفرق بين الفارماكو دايناميك والفارماكو كانتيك دايناميك الريجنز للصوت Kinetics reaching the site of activity. شو؟ Kinetics reaching the site of activity. Dynamics اللي هو الثيرابي أو نحكي الإفكت تاع لا. أوكي.
ميكانيزم اوف ذا دراج. حلو. عشان الدواء يعمل ميكانيزم لازم يتفاعل مع تارجت. شو اهم تارجت داخل اجسامنا؟ الريسبتور. اكثر تارجت. والريسبتور عباره عن شو؟ عباره عن بروتين. هلا الكيميكال بوندز اللي تتكون بين الدواء وبين التارجت يقسموا الى شو؟ يقسموا الى حسب الكيميكال بوندز ريفرسبل او غير ريفرسبل. شو فائده اللي بيكون الدواء ريفرسبل؟ وهي شو 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 بتفيد من المعلومه اللي بيكون الدواء بيعمل كوفالنت او يعني ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ duration of action. كيف؟ حلو. duration of action. اوكي. مين اللي طب هلا بيحددوا duration of action وبيحددوا كمان شو؟ selectivity. اخذتوها. مين اللي مين بيكون more selective او شو معنى selectivity؟ استقرار. مين الدواء اللي بيكون more selective؟ بيعمل ريفرسبل يكون انتقال اكثر. ليش؟ شو؟ صوت شوفوا شروط تكون الريفرسبل بوندز كثير بينما شروط تكون الريفرسبل كوفالنت بوند قليله. هلا لما انا اجي احكي فتحت عياده وبدي طبيب حديث التخرج طبيب او طبيب كم واحد راح كم واحد تنطبق عليه المواصفات؟ لاني حطيت شرط واحد. لكن لما بحكي بدي طبيبه خريجه جامعه البلقاء طولها 170 صار وتجيت الفرنسية وشعرها أحمر كم واحدة هتجي؟ واحدة في باقي. أوكي؟ معناته كل ما زادت الشروط كل ما زادت الانتقائية. أوكي؟ فهي العلاقة بين السلكتيفيتي وبين التايب أوف بوندز. كل ما عادة الريفرسبل بوندز بيكون شروط تكونهم أكثر. لهذا السبب بأمر سليم. آخر شيء هو المراجعة يعني. التحكي اليوم بيعتمد على المراجعة. شو معنى أجوست؟ حلو. Drug that binds to the receptor. طب لو الدواء binds to the enzyme. هل نكتب أجوست؟ No. Substrate. No. Activator. كلمة ريسبتور كلمة أغونيست أو أنتاغونيست معناته إنه التارجت عبارة عن ريسبتور. لو كون التارجت مش ريسبتور إنزيم بام بروتون بام ما نحكي عنه أغونيست نحكي عنه أكتيفيتور. وإذا كان بيعمل له إنهيبيشن ما نحكي عنه أنتاغونيست نحكي عنه إنهيبيتور. كلمة أغونيست أو أنتاغونيست تدل على التارجت تبع الدواء. اوكي شو معنى انتاغونيست؟ يا بس ما له ريسبونس ما له ريسبونس. طب احنا ليش بنعطي للمريض اذا ما له ريسبونس؟ لا علشان يمنع من ارتباط الانتاغونيست. فاهمين ولا مش فاهمين؟ في المثال تبع القفل والمفتاح والعلكة سمعت عن العلكة؟ هذا كان في مرة من المرات كنت جاي على البيت متأخر ومعي مفتاح عشان أفتح القفل. فالمفتاح هو مفتاح هو الأغونيست. وليش اعتبرنا المفتاح أغونيست؟ لأن المفتاح يدخل binds to the lock وهذا binding ينتج عنه biological response. اوكي okay.
هلا لقيت ابن الجيران الله يسامحه حطت الكم، حطت الكم على اللوك. هل الالكم تفتح الباب؟ بس شو سوت الالكم؟ منعت الاغونست اللي يرتبط. هاي وظيفه الانتاغونست. الانتاغونست does not have any biological response. But احنا when we prescribe the antagonist, the end goal is to prevent the work of agonist. أي agonist؟ في أجسام agonist. وحن يوم حناخد عن أول agonist. طب سمعتوا إيش اسمه partial agonist؟ شو معنى partial agonist؟ أقل بكثير، 5% 10%. إيش إحنا نعطي الوظيفة partial agonist؟ تفضل يا رب. نعم تقليل. احيانا راح تمر معاكم كلينيكالي لما بعطي للمريض انتاغونست انا ما بدي اقلل الافكت اوف ذا اغونست كثير، لان الانتاغونست بريفنتس ذا اغونست فروم بايندينج، سو ات ديكريزز ذا ريسبونس شارب. أحيانا بضطر أعطي partial agonist. Partial agonist بيربط على الريسبتور ويمنع من ارتباط الفول agonist، لكن له very weak response. رح تدور معنا إن شاء الله. مرة عليكم شو اسمه type of antagonist، pharmacological, chemical, physiological. مرت عليكم حشرات. Physiological, chemical. فارموكولوجيكال انتاغونست. اوكي هلا شايفين هذه المراجعه اللي اخذتوها 15 محاضره، هاي كانت انتم عم تتعرفوا على الدواء. اوكي ذيس ار بيسكس، هاي اساسيات. احنا هلا رح ندخل شيء جديد. أنا بعرف أنتوا مستغربين جيتي why now، ليش أنا جيت هلا؟ أنتوا كنتوا مفروض أنكم تأخذوا auto mechanical system، بس بسبب يعني صار في لخبطة، فدكتور سرعة ما راح يقدر هلا تبلش من auto mechanical system، وبعدين تعطلوا أسبوعين الامتحانات بعدين ترجعوا. راح أعطيكم ثلاث أربع محاضرات ما لهم علاقة لا بالauto mechanical system ولا بالأنتيما microbial agents. فبعد امتحان الميد ان شاء الله راح تيجي الدكتوره سوره تعطيكم 9 محاضرات عن الاوتوميك سيستم، بعدين راح اجي انا مره ثانيه اعطيكم حوالي 9 محاضرات عن الانتي مايكروبيال ايجنتس. هلا قلت احنا عم ننتقل لمرحله جديده من الفارماكولوجي. هلا احنا دخلنا في شيء اسمه كلينيكال فارماكولوجي. شو معنى كلينيكال؟ فشو معنى كلمة كلينيكال؟ سرير، شو معنى سرير؟ يعني بني آدمين. علشان نفهم الفارماكولوجي، الفارماكولوجي بيعتمد على علمين أساسيين. بيعتمد على الباثوفسيولوجي والفسيولوجي، وبيعتمد على البيوكيمستري. اللي ما بفهم باثوفيسيولوجي او فيسيولوجي واللي ما بفهم بايوكيمستري ما راح يفهم الفارماكولوجي. ليش؟ شو هو الفارماكولوجي؟ شو هو الدواء؟ مره ثانيه. اوكي؟ الفارماكولوجي هو الدواء، هو عباره عن ماده كيميائيه نعطيها للانسان المريض ولا نعطيها للانسان مش مريض؟ نعطيها للانسان المريض. الانسان المريض شو بيكون جسمه؟ فسيولوجي ولا باثوفسيولوجي؟ ليش بنعطيه الدواء؟ علشان يحول جسمه من الباثوفسيولوجيكال كونديشن تو ذا نورمال فسيولوجيكال كونديشن. تمام؟ عشان هيك لازم يكون عارفين شو الباثوفسيولوجي، ويكون عارفين اذا الدواء اشتغل معناته راح يرجع جسم المريض لنورمال فسيولوجيكال كونديشن. عشان هيك لازم نعرف الباثوفسيولوجي والفسيولوجي. وليش لازم نعرف البيوكيمستري؟ شو البيوكيمستري؟ عم تاخذ بيوكيمستري؟ شو عرفوا لكم البيوكيمستري؟
البي كيمستري هو عبارة عن مايكرو فيسيولوجي. بتحكي عن الفيسيولوجي تبعت السل. الفيسيولوجي انت بتدرسوها بتحكوا عن organs tissue. بتحكوا عن cells الفيسيولوجي تبعتها. This is biochemistry. فالدواء عشان يعطي response تبعه بيروح بيرتبط على بروتين. وين درست البروتين؟ هتدرسوها بالبيوكيمستري. If you don't understand biochemistry, if you don't understand physiology, pathophysiology, you absolutely you cannot understand pharmacology. Okay, I'll talk today about something called autocorrects. Autocorrects. Okay. Autocorrects. What are autocorrects? Autocorrects are the أجسام مواد كيميائية موجودة داخل الأجسام. مواد أنت كطبيب شايف جسمك عبارة عن خريطة مقدسة لازم تعرف في كل مكان فيه شو بصير. إحنا بأجسامنا في أشياء اسمهم أوتوكويدز. أوتوكويدز نفسهم لوكال هرمونز. وأنا بعرف شو هي كلمة هرمونز. الهرمونز عبارة عن ما شوف على الأجسام تبعتنا الجسم تبعنا لما بتواصل من أورجن لأورجن مثلا في شيء اسمه إندوكراين سيستم. بتدرسوا عنه في المرات. إندوكراين سيستم باللغة العربية غدد الصمام. مادة كيميائية تتصنع بالغدة بعدين تنفرز بالدم بعدين بالدم بيصير لها ديستريبيوشن بعدين بتروح للتارجت تبعها وهناك التارجت تبعها ترتبط مع تارجت. اوكي طبعتي ريسبونس. الاوتوكونز عباره عن لوكال هرمونز مش شرط انها تسبح في الدم. الاوتوكونز عباره عن مواد كيميائيه بتنفرز ات سيرتن سايتس في مكان معين. خلينا نشوف تخيل ان انا ايدي مجروحه عندي جرح لاحظوا في احمرار فيهم. هذا الاحمرار لما بصير في عند الجروح في مواد انفرزت في مكان الجروح. هاي المواد انفرزت لوكالي not systemically. في مصطلح لوكال عكس systemic. systemic يعني داخل الجسم. لوكال في مكان معين. شو وظيفة هاي المواد؟ هاي المواد الهدف منها انها تنظم وتأثر على another cells around it. مثلا لما بنجرح هون ليش المواد تنفرز في كل جسم؟ لا تنفرز بس هون. هذا هو الاوتوكورتس. الاوتوكورتس هم عبارة عن لوكال هرمونز، هم عبارة عن مواد بينفرزوا بشكل لوكالي to affect, to influence the surrounding tissues and cells. اوكي؟ صح ولا؟ تمشي زهري فاهم؟ زهري ولا سومو تمام؟ تمام؟ أنا بس عندي أربع ألوان أنا أعرفه. أهم البروتوكولز الموجودة في أجسامنا الهيستامين بروستاجلاندينز. المحاضرة الحمد لله نحكي عن الهيستامين بروستاجلاندينز سيروتونين. هلا السيروتونين رح نتركه السنة الجاية لما تدرسوا على السنترال نيرفس سيستم رح نحكي عن السيروتونين. نحكي عن محاضرتي اليوم عن الهيستامين. سمعت عن الهيستامين؟ حكيت لكم دكتورة خلا عن الهيستامين؟ أيوة. مين حكى؟ مش هالسوما أوكي. سايتوكاينز. الهيستامين مادة تنفرز بأجسامنا، مادة كيميائية تنفرز بأجسامنا، نوع من أنواع الأوتوكويدز. شو هو الأوتوكويدز؟ تنفرز لوكالي عشان تأثر على منطقة منطقة معينة، منطقة بعينها. أوكي. لما تشوفوا إحمرار في جلدنا، إحمرار حبة، إحمرار بسبب حريق صار في عندنا حرق، إحمرار بسبب جرح. اوكي اعرف او حساسيه اعرف ان في هيستامين.
حتى تلاحظ الوجه كل جسمي احمر بس منطقه معينه احمر يعني بشكل عام. هاي الهيستامين، الهيستامين لازم نتعرف عليها لانها راح تتكرر معنا كثير. طيب شو هاي الهيستامين وليش موجعي راسي فيها الهيستامين؟ هاي الهيستامين بتاثر على كثير اشياء، على كثير اشياء داخل اجسامنا. الهيستامين في دماغنا بروح على دماغنا، شو بتسوي الهيستامين؟ الهيستامين بتتصرف از ناقل النيورو ترانسميتر. شو معنى النيورو ترانسميتر؟ بينقل الرسائل من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى. بس لا، في الدماغ بتأثر على منطقة اسمها الهايبوثالامس، رح تدرسوا عنها بعدين. بيأثر عليها. أوكي. أنا اللي بدي أركز عليه هون، الهيستامين شو بيعمل في الدماغ؟ الهيستامين مسؤول عن الستيميليشن، كل واحد هيك شوي مصحصح، أوكي مصحصح هيك ونشيط. بيكون بيكون الهيستامين في منطقة الكورتكس في القشرة، أوكي؟ في الواحد هيك مصحصح الهيستامين طالع فيه، عشان هيك في علاقة كمان بين الهيستامين وبين الصرع، أوكي؟ وكمان الهيستامين لما بيكون مرتفع شوي في الدماغ الواحد بيكون شو؟ بيكون شبعان. بيكون شو؟ شبعان. أوكي. معناته هلا أنا رب العالمين خلي عندي الهيستامين في الدماغ. بدي أركز على هذه الشغلة إنه خليني شبعان وخليني بصحصح. روح على جهاز القلب الوعائي كاردوفاسكولار سيستم، شو بيعمل الهيستامين؟ الهيستامين بيعمل زي مين حكى بنجيب له حكى بيعمل فازودايليشن. شو معنى فازودايليشن؟ فازو من بلد فيزلز، دايليشن توسع. لما البلد فيزلز بتتوسع شو بصير بكمية الدم داخل الأوعية الدموية؟ بتزداد ولا بتقل؟ سهلة. المواسير، شو عمكم شفتوا المواسير في البيت؟ أوكي؟ لما تكون الماسورة صغيرة بتكون كمية الماء داخلها قليلة، لما تكون الماسورة كبيرة تكون كمية الماء فيها أكبر. فالفازو دايليشن بتوسع، لما تتوسع بتكون كمية الدم، فبنحكي البلد فلو بيكون عالي، كمية البلد فلو عالية. أحكي لكم عشان عندكم ما تنسوها. الواحد لما بيكون معصب بيكون وجهه احمر، ليش وجهه احمر؟ بسبب الفازو دايليشن اوف ذا بلاد فيزلز، عشان بيكون وجهه احمر. اوكي؟ الهيستامين بيعمل فازو دايليشن. ليش الهيستامين بيعمل فازو دايليشن؟ لانه لما بصير في عندي فازو دايليشن الاوعيه الدمويه بتصير البيرميابيلتي دي اوكي. البيرميابيليتي، شو معنى البيرميابيليتي؟ النفاذية بتزيد، انت بتكون اكثر. شو معنى البيرميابيليتي النفاذية؟ يعني كريات الدم البيضاء تقدر تطلع من داخل الاوعية الدموية جوز لا تشرس. ليش؟ عشان لما يوصل روح الليكوسايتس، لما يروح على المكان على مكان معين، ليش الليكوسايتس بده يروح هناك؟ شو وظيفة الليكوسايتس؟ حماية، دفاع. اوكي، عشان هيك انا لما بصير في عندي انفكشن، شو معنى انفكشن؟ بكتيريا انفكشن، بتيجي بكتيريا هون بصير منطقة حمراء. ليش حمراء؟ الهيستامين بيكون موجود. شو الهيستامين بيعمل؟ بزود البلد سبلاي، بيعمل فازو دايليشن، بزود البيرميابيليتي، بتروح الليكوسايتس. ليش؟ عشان الليكوسايت بتروح شو وظيفتها؟ مهاجمة الانفيدرز، تمام؟ بتعمل فازو دايليشن. طب القلب شو بصير في القلب؟ increasing heart rate. why؟ ليش؟ بشكل مباشر المحاضرة خلصت؟ شكرا المحاضرة خلصت؟ خلصت؟ بكرة؟